سي ميمون، مبروك عليك الوسام الملكي هولندا. هذا النهار ما كنت كتنتظرها، والان دخل عندك مفاجاه. فجاه دارها لك العمده ووشحك بالوسام الملكي على المجهودات اللي كتديرهم، وخصوصا في العمل الرياضي انك كتدرب الاطفال والاولاد في كره القدم. وانت غني عن التعريف هذه المدينه، شنو هو الاحساس ديالك اليوم؟ والله خويا احمد انا فرحان بزاف، وانا فخور بمغربي، وكنحب الوطن ديالي، وكنحب هذا الوطن اللي عشت فيه مده هذه بزاف. جيت صغير الحمد لله كاين مغاربه، ماشي غي انا، كاين مغاربه بزاف في اوروبا دايرين عاطين في السياسه وفي الرياضه وفي المجتمع الهولندي وفي المجتمع الاوروبي. زعما صراحة احنا فخورين باللي احنا مغاربي، ما بقاش نسوها ونهضروها، خصنا نخدموا. لا خدمنا غادي نوجدوا حتى حنايا، يعني نعطيو واحد الحاجة مزيانة لهاد الناس اللي عايشين معاهم احنا، ولا نعطيو الحاجة تبين علينا باللي احنا مغاربة، باللي ماشي من دوك المغاربه اللي كاين اللي غادي كيهضروا علينا الناس، كيهضروا على المغاربه اللي يخدموا كيخدموا فخورين بالوطن ديالهم كمغربي. حنا مغاربه الحمد لله موجود، وهذه فرحه كبيره باللي انا الحياه ديالي هذه هي دائما خدام ومن الخدمه. تعلمت هذه الرياضه هي كتعطينا واحد المينتاليتات ديال المعامله مع الناس، كما تعامل مع الناس كما كان بني ادم كان كيعبد ولا ما كانش كيعبد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جابنا واحد المعامله باش نتعاملوا مع بني ادم. وهذه هي لا في الرياضه لا في الشارع لا في، خصنا نبينوا راسنا، ماشي خصنا النصارى يهضروا علينا كيعطوا. كاين الناس الحمد لله اللي عطاو في هذا البلد، وكاين الناس اللي شوهوا هذا البلد والحمد لله. هذا الفيلم ديالك غادي تنشر على زيو سيتي، شنو غادي تقول زيو سيتي؟ كنشكر بزاف الناس زيو سيتي، ماشي هذه اول مره، وكنشكرهم بزاف، وكنقول لهم رمضان مبارك، وكنقول لهم يا ربي تحيد علينا هذا البلاء، وغادي نجيو ان شاء الله، غادي نجيو نلعبوا شي دوري تما في زيو ان شاء الله، وغادي نشوفوكم، ورحنا توحشناكم، وشكرا.